يوجد قبيلتين أو جماعتين من الجماعات المفسدة اللي هم لا يعرفون العدل في الأرض وإنما يعرفون شريعة الغاب. القوي يأكل الضعيف، القوي ينهب الضعيف. أم الضعفاء قالوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نديلك مبلغ من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تسدلنا بين السدين اللي هم الجبلين، تعمل لنا سد بين الجبلين عشان ما يقدروش يعدن، تحصن الحدود، تعمل لنا خط محصن ومتين، نديك قرشين. قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، انا مش عايز فلوس، انا بشتغل لله، العمل اللي انا بعمله بعمله لله. وحد الله لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. دايما الناس المصلحين لا يرضون بالاصلاح بديلا. هل نجعل لك خرجا او خراجا، مبلغا من المال ومقدارا من الذهب والفضة، على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير. نفس موقف نبي الله سليمان، نفس سليمان قال هذا المكان. بلقيس قالت واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، وبعتت له هدية ملوك، هدية فخمة محترمة. اول سليمان ما شاف الفلوس قال لهم اتمدونني بمال، فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. انا حرتشي على كلمة التوحيد، ده انا بعتلك بقولك الا تعلوا علي واتوني مسلمين، تبعتلي انت رشوة؟ لا اقبل الرشوة ابدا. برضو ذو القرنين الملك الموحد الصالح قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم رجما. والردم اقوى من السد، الردم عمل هندسي اقوى من بناء السدود. اعينوني بقوة، هاتوا انفار تساعدني. وكان رجلا عالما في بناء السدود قبل ان يعرف العالم بناء السدود. اتوني زبر الحديد، اي قطع الحديد، هاتوا قطع حديد. وبعدين حتى اذا ساوى بين الصدفين قال اتوني افرغ عليه قطرة، يرص الحديد ويصب على الحديد النحاس المذاب، القطر هو النحاس المذاب. فلما صنع السد بالحديد والنحاس وصهر الحديد بالنار، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وبعدين سمعني الصلاة على النبي محمد. شوف صناعة السدود، اتوني زبر الحديد اي قطع الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين اي بين الجبلين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرة. لما الحديد ينصهر يصب هو النحاس، يوم يكون معدن سبيك لا يقوى احد على نقبه، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لا قدروا يطلعوا فوقه ولا قدروا يعملوا نقب ويدخلوا من جواه. اظن ان لهم انا رجل شاطر، انا مهندس بارع، انا عالمي، انا فرافير العجيب. لا، قال هذا رحمة من ربي. الفضل كله بيد مين؟ بيد الله، بيد الله. ما قالش انا ابدا، الرجل الصالح ما يقولش انا فعلت، انما يسند الامر الى الله، انما يسند الامر الى الله وحده.
قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، عندما يأذن الله بهدم هذا السد سيجعله دكاء، وسيخرج يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة، يعيثون في الأرض فسادا، يأكلون أخضرها ويعتدون على أهلها، عندما يعجل الله بموت الصالحين ويأخذهم إليه. ولذلك ربنا قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي يسرعون، واقترب الوعد الحق. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. واقترب الوعد الحق، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وبناخد من هذه القصة أن القوي الصالح يجب أن يسخر قوته لنصرة الضعيف حتى يحميه من أهل الظلم. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من النار يوم القيامة. وكان وعد ربي حقا. طيب فضل السؤال الثالث، هم قال لهم اذا جاوب على الاسئله الثلاثه يبقى راجل بيشتغل من نفسه، اذا جاوب عن اثنين والثالث قال ده بتاع ربنا يبقى نبي. السؤال الثالث: ما هي الروح يا محمد؟ نزل الوحي ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ومع ذلك الامتحان سليم والاجابه 100% بدرجه ممتاز مع مرتبه الشرف الاولى، ومع ذلك يجي الناس اللي سالوا هذا السؤال يروحوا للنبي اللي هو النضر بن الحارث سفير مكه الى يهود المدينه، يقول له يا محمد لو كان هذا هو الحق من عند الله فليمطر علينا حجاره من السماء. شوف القلوب لما بتعمى عن ذكر الله. طب قول يا اخي ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه، انما يروح يقول لقطة ذراعي لو كنت نبي. لما تقول يا رب لو كان دي حق اهدينا، راحوا قالوا للنبي ان كان هذا هو الحق من عند الله فليمطر علينا ربك حجارة من السماء أو يأتنا بعذاب أليم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طب يا رب ما تنزل عليهم العذاب خلوهم يغروا في داهية. قال لك لا، ده في إكرام لواحد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت يا محمد عشان خاطر عيونك يا محمد. سمعتني الصلاة على حبيب الله. أسأل الله أن يرحمنا وينفعنا بشفاعته ويحشرنا على حوضه ويسقينا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسفل.